السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم. اليوم الإخوان عندي لكم واحد تسريبات جديدة، تسريبات منوعة، بعض منها جاء من المخيمات والبعض آخر جاء من موريتانيا، وتسريبات أخرى جاتني من إسبانيا، وكل هذه التسريبات فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. تسريبات الإخوان اللي جات من المخيمات هي تسريبات كتكذب الإشاعات والأوهام اللي كتصدر قيادة البوليزاريو هذه الأيام بشأن قصفها لمواقع مغربية، قصف تكانات عسكرية مغربية، قصف المحبس القرقرات، معدة اشاعات واكاذيب اللي كتروج قياده البوليزاريو هذه الايام. عندي تسريب كيكذب كيكذب ما تروج له البوليزاريو وجراؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الشخص الاخوان اللي كيتكلم باختصار هو بوزيد مولاي، شخص معروف داخل المخيمات، كان ضمن ميليشيات البوليزاريو، دوز واحد فترة من السجن في سجن رشيد رفقة محمود زيدان والشخص آخر فاضل بريكا، هذا الأخير اللي معروف عند الأوساط المغربي بكثرة لأنه كان دار واحد ضجة بعد ما اعتقلت البوليزارو الزوجة ديالو، خذت ليه الهاتف ديالو وسربت الصور ديال الزوجة ديالو. هذا كان واحد العمل خبيث جبان من قيادة البوليزاريو. ما علينا الإخوان، موضوعنا ماشي هذا اليوم، موضوعنا اليوم هو الإشاعات والأكاذيب اللي كتروج لها البوليزاريو. عندي تسريب الإخوان لهذا الموضوع كيكذب هذه الإشاعات وهذه الأوهام، بل أن الصحراويين يستهزئون ما تصدره البوليزاريو من بيانات. اليوم وصلنا البيان رقم 8. مهم ما نسبقوش أحداث، تفتح لكم الأوديوهات، الوقت حاليا متأخر، وصلوني الأوديوهات متأخرين. دابا 12 أخوان ليلة متوقيت المغرب، قررت نعمل لكم هذا الفيديو بسرعة ونسمع لكم الأوديوهات. التسريب الثاني، المقطع الصوتي الثاني الإخوان اللي وصلني، هو موضوع مهم وكبير بزاف، يعني الآن طرحنا واحد علامة استفهام. هذا الشخص موريتاني الإخوان كيقول بأن اليوم في موريتانيا شاف ما يسمى وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم والسالك، شافوا في موريتانيا اليوم رفقة المدير الأمن السابق الموريتاني ديال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. إذن السؤال المطروح، أش كيدير محمد سالم والسالك في موريتانيا بالضبط في هذا الوقت هذه؟ يعني في هذه الفتره هذه اللي كتعرفوا حتى الشنوجات كثيره. محمد سالم والسالك ما يسمى وزير الخارجيه الموريتاني كان كيتواجد اليوم في موريتانيا، واللي شافوا واحد الشخص ربما من المسؤولين المعروفين في موريتانيا، وهو اللي كيتكلم، انا ما عرفتوش، هو اللي كيتكلم قال لك شافوا في موريتانيا رفقه المدير الامن السابق الموريتاني. والتسريب الثالث الاخوان، عندي تسريبات كتير باختصار اخوان، عندي تسريبات كتير ولكن كنختار لكم اللي عندهم اهميه. هاد التسريب انا غنعطي اهميه كبيره. قبل يومين وثلاث ايام الاخوان كنتو سمعتوا بان بعض المرتزقه ديال البوليزاريو مشاو للقنصليه المغربيه وحيدوا العلم المغربي ورفعوا العلم ديال البوليزاريو. هؤلاء الاشخاص الاخوان اللي توثقوا بالفيديو الكاميرا اعتقلهم الامن الاسباني ورسلهم مسوقرين للمخيمات، رجعوا من المخيمات من جاو، بل ان البعض منهم كان يحمل الجنسيه الاسبانيه حيدوا ليه الجنسيه الاسبانيه. هاد البورتزيقه ديال البوليزار ولا كيخافوا، مابقاش كيزعموا. دابا شنو بغا يديروا؟ عند التسريب الاخوان بغا يحيدوا ديك الجهاله ديالهم وديك الاندفاعات وديك الخوخاوي ترست بعد ما اعتقلهم الامن الاسباني ورسلهم المخيمات. صافي دابا التكارما ولاو كيقولوا بان بغينا عام سير سلميه وبغينا نلبسوا البياض ونديروا التباعد الاجتماعي، فهمتي؟ صافي ترست لهم ديك الشوكه ديالهم. دابا اللي حصل يودي، اللي دار شي حاجه ماشي هذيك يعتقلوا الامن الاسباني، يقدر يدوز الحبس ويصيفطوه يرجعوه للمخيمات. المهم الاخوه ما نطولش عليكم،
كما قلت لكم وقت متاخر دابا 12 ليلا. غدا ان شاء الله توصلنا شي تسريبات غنجمع لكم كل شيء. نبداو بالتسريب الاول الاخوان ديال التكذيب، اشاعات واوهام البوليزاريو. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا قال للراجل لا الحقيقه، لا الحقيقه قلت تبقى شي من رجلي يا غير، هذا واقع ما منه مهرب. من ساعه بدات هذه الحرب، اليوم هو الثامن لها، بادية من الجمعة الماضية واليوم الجمعة الثامن، نهار الثامن، ما فيه ولا بيان صالح، يعني موثق بالصورة وبالصوت وبكذاش، خالقين بيانات عسكرية كتابية، وهذا راهم في الدول كاملة البيانات العسكرية تصدر لا نبت، يا غير ما هم قانين عن وسائل إعلام. الناس الإخوة اللي ما كيفهموش الحسانية هو تيقول بأن هاد البيانات اللي كتصدر قيادة البوليزاريو هي ماشي صالحة، يعني كاذبة، يعني ماشي عندها شي أدلة قاطعة. الناس كيخرجوا يوميا، اليوم وصلنا للبيان رقم 8 كلها كتابية ما كاينش أدلة. واش في نظركم الإخوان، واش في نظركم الناس المتبعين لقضايا العالم، عمركم شفتوا شي عملية عسكرية بدون أدلة؟ يعني حتى الإرهابيين كيوثقوا العملية ديالهم إرهابية، فما بالكم الإخوان اللي وحدة كتسمي راسهم دولة، بوليزاريو كتسمي راسها دولة وبأنها عندها وزراء وحكومة، ما عندهاش اللي كيوثق لها هاد العملية ديالها. ممكن في أي جيوش العالم عندهم صحفيين وعندهم إعلاميين ومصورين كذلك، عندهم مصورين كيصوروا كيوثقوا العميل ديالهم، وحتى المركبات وحتى بعض الصواريخ الاخوان ولات كتحمل كاميرات. تخيلوا معايا صواريخ كتحمل كاميرات، علاش هاد البوليزاريو ما عندهاش مصورين يوثقوا لهاد العمليات باش هاد الناس المحتجين الصحراويين اللي كيستحمروهم وكيشبعوهم اوهام يثيقوهم؟ الناس ملوا 8 ايام وما كيصدروا بيانات كاذبه. تخيلوا معايا انا مغربي عايش في المغرب ومليت من هاد الاكاذيب ديالهم، فما بالكم الاخوان هاد الناس المحتجزين اللي كيعيشوا الاوهام وكل كيتسناو وهم كيفاش غيكونوا عايشين. كملوا يا اخوه الاوديو. تجيب الصوره وتصور وجابها عندها وسائل الاعلام وقادره تمشي بهم، يا قير في اللي يظهر لاني لا حد الان الحرب ما بدات والله باديه، ما شوتوه لان لا المقاربه يوثقوا شيء ولا ينشروا شيء، ما هو الاشاعات والفيديوهات ملفقه ومقبوضه من مواقع، واليوم جايبين مثلا صوره واحد هارب عاد له عامين على انه هارب اليوم، وجايبين صوره ياسر من الاحداث اللي خالقه قديمه. هذا الشخص هو قال الحقيقه. اليوم الاخوان شفت واحد الخبر كيتناقل العديد من الصفحات المغربيه على واحد الشخص هرب وفر من الجيش ديال بورز. هذاك الشخص الاخوان هرب هذه تقريبا 6 شهور. هاد الاخبار الاخوان اللي كتروج في وسائل التواصل الاجتماعي هي ماشي اخبار رسميه صدرها الاعلام المغربي او الحكومه او اعلام الحكومه المغربيه، هذه اخبار كيتروجوها شباب مدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تدوينه طائشه في وسائل التواصل الاجتماعي تكون عندها اهميه غتتناقل بكثره، يعني كلشي غيصدقها. انا واحد كنشهد لكم بان الشخص اللي تروج المدونين المغاربه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي فر من البوليزاريو، هذاك الشخص هذيك عاميه قديمه عند 6 شهور، ولكن ما كاينش شي خارجه ولا شي حاجه قالها المتحدث باسم الجيش المغربي ولا الناطق الرسمي باسم الحكومه ولا اي مسؤول مغربي خرج واعلن بان كاين واحد العمليات او شي شخص من البوليزاريو فر والتحق بالمغرب بتاتا. يوم تدوينات كيتناقلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يقدروا يكون هذاك الجراء ديال البوليزاريو نفسهم طلقوا هاد الاشاعات والاكاذيب باش يعدلوا ويديروا التعادل بان المغاربه كيطلقوا الاشاعات والبوليزاريو كيطلقوا الاشاعات. يعني ما تيقوش هاد الشيء، هذا انا نقدر نطيح في الغلط، انا نقدر نشوف واحد دون واحد تدوينه هذا فر من البوليزاريو نقدر نتبعو شي انا نتيقو. يعني هاد الشيء كيبقى في وسائل التواصل الاجتماعي، هو
مباح وسهل، اي واحد يقدر يقول اي حاجه والاخرين تيقوها. لكن اللي ما كيتصدقش هو ان البوليزاريو نفسها كتخرج في التلفزيون، ما يسمى التلفزيون الصحراوي، وكتوهم بانه كاين عمليات وبيانات، بل ان حتى ما يسمى وكاله الانباء الجزائريه كتخرج بنفس الاكاذيب. هذا هو الغريب في الامر. داو يعاودوا هضره كيستلكم يجيب فيديو مثلا دقيقه خلق ديك الساعه في المخيم في المحبس جايبينها اليوم على نهار اليوم، قال لك نايضه في البوليزاريو شي ضد الشعب المحتجزين وانا عارفك، ونفس الاسلوب هو اللي بادي به، يعني هو اللي خالق هون رسميا، ما لا الجبهه ولا المغرب ظهروا فيديوهات، وشعبيا الجبهه والمغرب الاثنين الى حد الان يتبادلوا الاتهامات ويتبادلوا القتلى، كلهم يعلن عن قتلى من راسه، وكلهم يعلن عن جرحى من راسه، وكلهم يعلن عن اللي هم الشعوب اللي هم المواطنين، وكلها يعلن عن يعني المادة الإعلامية كاملة، جيب فيديوهات من حرب الحوثيين، فيديوهات من حرب ليبيا، فيديوهات من جهات السنتين المتصارعات اللي هما نحن والمغرب، ذا هو اللي خالق كل شيء كذب. كيف قال صيبوط، أعلن من ساعة بدأت الحرب كل ليلة بايقة، ليلة طايحة طيارة ما هي خالقة، ليلة أسرة، ليلة القرقران، والناس كاملة جات هون اللي معانا في المنبر كاملة جات شاهدة، فيها اللي عنده قريبه، فيها اللي عنده خوه، فيها اللي عنده موجود في منطقة القرقرات، وأكد على البوابة بقات شم، البوابة ما بقات منها حصية، يعني ارتدمت بالقذيفة. ومع الصباح يا صباح ذا كأنه شيء لم يكن، وعادة هاي الإشاعات يتأخذونها الليل باش هو 12 ساعة متداولة على الأقل، بين معايا صباح الصبح وتصبح هباء منثورا. سمعتوا الإخوان، فهمتوا شنو قال لكم؟ يعني واحد من اللي كيشوف هذوك الفيديوهات اللي كيقلبوا عليهم بوليزاريو من اليمن قال لك ومن ليبيا، كيشوفوهم كيقول يشوفوا القصف كتيف، اش كيتخيلوا الناس؟ كيتخيلوا القرقرات صافي ما تبقاش، غدا غيفيقوا غير قول القضيه كلها كحله، يعني القصف من اثار القصف وقطر القصف. ولكن قال لك ما كيفيقوا في الصباح، كيلقاو المغاربه دايرين فيديوهات بان الممر عادي مطلوق ما كاين حتى حاجه. وهاد الفيديوهات اللي كيروجوا هاد جيرال بوليزاريو الدوبل الالكتروني وحتى الاعلام ديال البوليزاريو غالبا كيقلبوا على فيديوهات ديال القصف بالليل. علاش؟ حيت ساهله كتيقوها الناس وما تكونش واضحه مزيان، ميمكنش تحكم عليها واش في المخيمات ولا في القرقرات ولا في بعض الدول الاخرى، ما يقدرش تحكم عليها بالليل. وكياخذوا داك الصوت وكيضيفوا عليه اصوات اخرين. انا درت واحد الفيديو مثال كيديروا واحد الاصوات اخرين بان المغاربه شوفوها القصف مباشره، يعني كيخدعوك انت. هذا الشيء ماشي واقعي، هذا الشيء اكاذيب، وهو الشخص كيتكلم على هذه النقطه هذه. وبالتالي علاش الشعوب واحد تبذل؟ لانها محتاجه لشي تنشروا، محتاجه لشي ترفع به معنوياتها، محتاجه لشي تثبت به دعمها للجيش، ومحتاجه لشي ذاك، وما يجابر الصوره. وهذا على الطرفين نقول لك، الصحراويين ما جابروا الصوره وعادوا البعض يلفق، والبعض اما لو كانت خالقه مواقع رسميه تنشر لا صور رسميه وفيديوهات رسميه وثابته وموثقه ومضمونه، اكيد المواطن الصحراوي اللي هي اعتمدها من تعود ما هي خالقه، يعتمد فيديو يجي يقول لك هذا رسلوا لي قبيل صاحبي، وهذا فيديو رسلوا لي قبيل ما نعرفهاش. نحن كاع هي كاع فيديوهات بلا قيمه، واحد يعني على الخالقه راجمه طلصت هبزه من الصواريخ، نحن عندنا الراجمات وقاعدين نصوروا ما طلصوا الصواريخ، ما صورناها وقتها طاحت على العدو، يعني نصوروها بعد وقتها تطلق، وهذه الله بحد ذاتها رافعه المعنويات، بدليل عنها من ما جبرت ياسر من المواطنين احكم الراجمات مثلا الحوثيين يرموا في اليمن
راهو ما جاب الاهداف اللي صابوها الحوثيين، ولا جاب الاهداف اللي انصابت الربط، ولا جاب اي اهداف. انا المهم عن خالد راجي ما واقفه ترمي تصب النار، المهم ده هو الاساسي عنده في الروايه. ده هو جابوا الحوثيين، جابوا فيديوهات، جابوا الليبيين، جابوا سوريا، جابوا يعني، ويجيبوا لا الراجمه والله، لا الطيوطه تخبط والله، لا المهم لا خالق شي عسكري وتو منين ما يشغر الناس. وجابوا الصور من حرب الصحراء كاع، يا كان قديمه يا كان ديك دائما يفطلها بالعجله، هاي قديمه يا كان. بالنسبه للفيديو حوثيين يشوفوا واحد ما قد شافوا وما يعرفوا اللي هو مده حتى توصلوا بعلنها، راهو بعلن هذا الفيديو راهو قديم حتى يعود يحقق منه، اللي هو على الاقل دائما ساعات وتم تداوله بشكل كبير حتى يحقق منه. ومع ذا شنو النتيجه؟ النتيجه دائما تنضرب معنويات الناس في الصفر، الناس كانت شاكه عن نخبط الهدف الفلاني، اذا هو الهدف الفلاني ما اخبط، ان شاكه عن خالق مثلا القرقرات بقات تشم، ده هو مع الصباح القرقرات ما بقات تشم، شاكه عند الفيديو بقال انه فعلا راجمات الجيش الصحراء. نسمعكم الاخوان الاوديوات، ايضا الاوديوات هذه عندها نفس المعنى نفس المضمون، هو تكذيب لإشاعات البوليزاريو بقصفها لمواقع مغربية. نسمعوا أوديو لنفس الشخص لما كان عنده نفس الأهمية، غادي نفوتوه ترجعوا الأوديوات اللي قلت لكم ديال تواجد ما يسمى وزير خارجي الصحراوي اليوم بموريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قار بيان هي زينة على مواكبة البيانات للأحداث، يا قار يعود شي جديد تعود متنوع. البيانات رايك تشكنها نفس البيان الاول هو نفس البيان الثامن وما في جديد، وبالتالي معنا نوصلوا للهدف يعني البيان مازلنا نوصلوا للمية، يعني البيان رقم 100 نهار 100 جينا البيان رقم 100 من هون لثلاث اشهر تقريبا جينا البيان رقم 100، والبيان رقم 101 والبيان رقم 102 وهذا من البيانات كامل يعني من يعود متشابه كاع قالبيته متشابه. هذا ما تعد الجوش، ما تعد الجوش، الجوش تعد البيانات بالفاصل يعني برواية فاصلة والله، بعملية نوعية والله، برواية جديدة. المسائل الثالثة تغطيها وسائل الإعلام بشكل عادي، يعني رواية عادية، قصف خلق في البلاد الفلانية وقصف خلق في البلاد الفلانية، تغطيها الناس بشكل عادي، كافي بيان إعلان بداية الحرب وعقب ذاك بيان يجي في جملة من الأخبار والله بيان فيه تفاصيل مختلفة عن البيان الثاني. من تعود البيانات عاد متشابهة لهذا الشكل لدرجة عن عاد كل واحد يقد يقوم يكتب بيان، اليوم البيان رقم 8 صدروه سابقه هو وفيه معطيات نفسها ومتشابهة لا كيفته إلا هو. البيانات يخصها تعود مختلفة ويخصها ما تعود مولي لا كل نهار بيان، نعد البياني بشي جديد شطرة جديد منين يعود القصف في البلاد الفلانية وفي البلاد الفلانية. الاوديو الاخوان كيتكلم بان ذوك البيانات اللي كتصدر بوليزاريو يعني بحال اللي كيقول لهم بانه هما اللي كيكتبوهم، يعني داك الشيء ماشي واقعي، ورا البيان رقم واحد كيشبه البيان رقم 8 اللي صدراتو البوليزاريو اليوم، ما كاينش جديد. سمعوا الاخوان واحد الاوديو الثالث. واكبنا حرب التحرير كاملة، نسمعوا بيان وقت معد العملية على الربط، نسمعوا البيان. نفوتوا هذا الاوديو الاخوان، الوقت متأخر، كنتأسف الاخوان، باش ندوزوا بسرعة ان شاء الله نصركم هذا الفيديو. وخالق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافة إلى هذا في الثمانينات كنا في زمن الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو حسون سمع التسجيل في حد يقول لك ما هم باغي يصوروا ياك ما ينعتوا ولادو، ذاك لا الكذب، هذا المبرر ذاك لا الكذب، لان ما ينعتوا هو في المظلم ثابتين عندهم بليدة ثابتين في هذيك لا يصوروها، قال البليدات اللي حد من يوقفوا فيها يطلقوا صواريخ من فم يمشوا من فم، هذا ما يقد حد يقول لي انا بهم نعتوا بلهم ولادو بهم وقفوا في بليدة ورماوا منها وقيموا منها ما تلاو فيها اغرموا الصليم يصوروا لا بيه. هم نحن اللي طالبين تصوير يعود تعدلوا الدولة
المهم الاخوان استسمح مره اخرى، جميع هذه الاوديوات كتكلم على تكذيب الصحراويين لما روج له البوليزاريو من اكاذيب واشاعات حول قصفها لمواقع مغربيه، وهم طالبين من البوليزاريو تجيب لهم الدليل، يعني الخلاصة القول المحتجزين الصحراويين عامة انتفضوا في وجه أكاذيب وإشاعات قيادة البوليزاريو والأوهام اللي عايشين فيه. نشوفوا الإخوان الأوديو اللي قلت لكم عنده أهمية. الموضوع الثاني الإخوان كيتعلق بالأوديو أو التسريب الصوتي اللي جاني من موريتانيا، بأن واحد شخص موريتاني كيتكلم وكيخبر المرتزقه ديال البوليزاريو بانه شاف اليوم مباشره ما يسمى وزير خارجي الصحراوي محمد سالم ولد السالك، شافوا في موريتانيا رفقه مدير الامن السابق ديال موريتانيا. يعني التساؤل، شنو تيدير ما يسمى وزير خارجي الصحراوي في موريتانيا محمد سالم ولد السالك؟ اش كيدير في موريتانيا في هذا الوقت بالضبط؟ علاش جا لموريتانيا؟ وهل هناك شيء يطبخ بين موريتانيا والجزائر هذه الايام؟ مع العلم الاخوان بانني توصلت واحد الاخبار ان شاء الله غنفرد بها ونخبركم بها حالا، هي الاولى غنبدا بها، بان واحد القنبله غتنفجر اللي هي موريتانيا غادي تسحب الاعتراف ديالها بما يسمى الجمهوريه الصحراويه في قادم الايام القليله الجايه. واليوم الاخوان موريتانيا نشرت الجيش ديالها في كامل الحدود ديالها مع المغرب وسماتها مناطق عسكرية باستثناء المعبر اللي خلاته مفتوح. يعني هذه أخبار إخوان مؤكدة وغتاخذوا مني رسمية إن شاء الله وغتيقروا منها، وأنني جاني تأكيد جاني من مخيمة الدن بأن موريتانيا في الايام القليله القادمه ان شاء الله غتسحب الاعتراف ديالها بالجمهوريه الصحراويه الوهميه وغتعترف بالصحراء المغربيه، وربما هذا هو السبب اللي كان فيه عليه اليوم محمد سالم ولد السالك في موريتانيا. الموريتانيين بدا كيفهموا، بدا كيحيدوا داك الخوف. يعني موريتانيا شنو السبب ديالها؟ موريتانيا هو عندها خوف وتخوف من البوليزاريو والتداعيات ديالها. الحمد لله الان امنه مطمئنه الى دارت يد في يد مع المغرب، ما عندها مناش تخاف. الى بقات خايفه بحال هكا تبقى ديما هي حلقه الاضعف. ونفسها تخيلوا معايا ابراهيم غالي عنده فيديوهات كيوصف موريتانيا بالحلقه الاضعف، يعني موريتانيا كيعتبرها اضعف عسكريا من ما يسمى الجمهوريه الصحراويه المهمي، اضعف من البوليزاريو. نسمعوا الاخوان هذا الاوديو. السلام عليكم ورحمة الله، كلنا موريتانيا الحبيبة، انتم شحالك ملك لاباس؟ ولا جبرنا اخبار عن وزير خارجية الصحراء جبت بوليزاريو لهنت ايام هون، ومعها مدير الامن السابق جبت بوليزاريو، وغير ما عرفتنا عرفنا كان هم جايين الملك الرئيس ولا جايين شي شخص، يعني هم المهم عملوا من ثلاث ايام هنا في نواكشوط. خبر جانا لك واخترنا نقول لكم مرحبا وسهلا. المهم الاخوان كيتكلم وكيتحدث بان محمد سالم ولد السالك ما يسمى برئيس الجمهوريه الصحراويه كان اليوم في نواكشوط هو المدير الامن السابق ديال البوليزاريو. قال لك ربما تلاقاو بالرئيس، ربما ما عرفتش، ما هو الاخبار كدور بان موريتانيا غتسحب الاعتراف ديالها بالبوليزاريو في الايام القليله القادمه. يعني هذا توقعوا الاخوان، موريتانيا في طور دراسه تسحب اعترافها ما يسمى الجمهوريه الصحراويه الوهميه. الموضوع الثالث الاخوان واللي غنتكلموا فيه، كتعقلوا الاخوان قبل ايام قليله واحد المرتزقه ديال البوليزاريو في اسبانيا مشاو للقنصليه المغربيه، طلعوا ونزلوا العلم المغربي ورفعوا العلم ديال البوليزاريو. الفيديو توثق
وتدخل الامن الاسباني واعتقل دوك الاشخاص، منهم واحد المراه واحد الصحراويه مرتزقه اللي هي مع الجيش ديال البوليساريو وكتحمل الجنسيه الاسبانيه وكتواجد في اسبانيا منذ سنوات. اعتقلها الامن الاسباني وصيفطها لتندوف نيشان، صافي خلع منها الجنسيه ديغاش على اسبانيا. هاد العمليه اللي دار الامن الاسباني دخلت الخوف العديد من المتواجدين داخل اسبانيا من مرتزقه ديال البوليزاريو، ولاو كيخافوا يخرجوا كاع المظاهرات. دابا تحكوا يعني تروداو، دابا بغا يخرجوا مظاهرات منظمه منتظمه، يلبسوا فيها البيضه بيضه، يلبسوا الاعلام ديال البوليزاريو، يديروا التباعد الاجتماعي على ود كورونا، ويديروا الكمامات وما لا غير ذلك. صافي اللي تزعزع ولا دار شي حاجه ماشي هذيك غيشدوه وصيفطوه للمخيمات نيشان. المهم سمعوا الاخوه الاوديو. السلام عليكم، مساء الخير. ياك لباس، ياك الخير، ياك لباس. لا نذكركم عن ان شاء الله يغضي لرد الله على الساعة 12 قد هي تبدأ التظاهرات اللي معدلة في 23 بليدة من مدن البسك، معدلة كاملة انطلاقتها على الساعة 12 تم بحول الله. ونختروا أعلن الجميع يشارك وأعلن الجميع يعلم أعلننا رانا قايسين تظاهرة سلمية، ولانا قايسين الضيقة ولانا قايسين شيء، قايسين تظاهرة سلمية. وزين عندنا أعلن العلايات يلبسوا ملاحف بيض، والله الملاحف ذوكل فيه من راية ما هي شين. وزين عندنا علينا نتنظم، زين عندنا نعرفوا عنا رانا في حالة العلايات يلبسوا ملاحف بيض، والله الملاحف ذوكل فيه من راية ما هي شين. وزين عندنا علينا نتنظم، زين عندنا نعرفوا عنا رانا في حالة طوارئ من ذا الوباء اللي فكنا نباسو، ولنا لازم نعملوا الكمامة المسكرية، ولنا لازم نحترموا القوانين اللي مطروحة علينا، الشروط تعود بيننا شوي من الفرع بين رجاج ورجاج. تظاهرات اخترنا ننظموها بطريقة اللي ان شاء الله لا يعود قريضة من الشباب مسؤول عن تنظيم وانا كذا، وقلت وكثرة المصورين ما هي اللي تزيشي. المرجو اعلن الجميع كل هي لحق ذا الاوديو اللي قد اعلن نقلوا من المصورين خالقين مصورين تابعين ل. المهم الاخوان كنستسمح منكم مقطعه الفيديو، الاوديو الوقت متاخر، وانا كنسجل الفيديو ما بغيتش نخلي الاوديوات اليوم يبقاو حيت جاني في وقت متاخر اليوم بالليل. عموما الشخص هذا كيتكلم على واحد التنظيم ديال مسيره او مظاهره غتنظم في اقليم الباسك باسبانيا، ونتيجه ما قامت به السلطات الاسبانيه بحيث اعتقلت الاشخاص اللي نزلوا العالم المغربي وطلعوا البوابة ديال القنصلية المغربية، بحيث رسلاتهم السلطات الإسبانية مباشرة لرجعتهم من المخيمات. الناس دابا المرتزقة ديال البوليزاريو اللي كيبغى يشاركوا في قادم الأيام في بعض المظاهرات ووقفات في إسبانيا ولو خايفين يطالع نفس المشكل، لهذا غيروا من ديك الشوكة ديالهم وديك الطريقة الهمجية ديالهم، ودابا بغى يبدلوا التظاهرات من تظاهرة همجية وفيها عنف، بغى يخرجوا منظمين ويديروا التباعد الاجتماعي ويديروا كمامات على ود كورونا باش ما يوقعش لهم مشاكل مع السلطات الإسبانية. تحياتي الإخوان، تصبحوا على خير،
غدا ان شاء الله غادي نشر لكم الجديد الى وصلني بطبيعة الحال. وعاش الشعب المغربي العظيم، وتبقى الصحراء مغربية.